ننقعها على القليلة 4 ساعات صراحة. أوكي. هلأ بتقدروا على طول تبلشوا فيها. أه. على طول يعني هلأ مننقعها بنقدر نبلش نقلي فيها. بس صراحة إذا بدنا النكهات عن جد تكون متغلغلة جوا الجاج منخليها من 4 ساعات بالتلاجة لحد تاني يوم وحتى ل 36 ساعة. هلأ أنا زي ما حكيت بدنا نحاول نعملها قد ما بنقدر سمير زي السيخ. هلأ في كتير طلعوا هدول الماكينات اللي هو بتصفة الجاج وهو ني زي الشاورما وبصفي هو عم بلف بالبيت، هاي ماكينات منزلية. أوكي. أو في ناس بيحطوها عملية بالله؟ أنا بالنسبة لي أبداً مش عملية، ما يعني لا عشانها بتبخر الجاج ما بتعطيها هاي الأحمشة. آه. بس أول طبقة تعطيها هاي الأحمشة بس من جوا ما من جوا زي المسلوقة. أوكي. فهمت علي؟ أوكي. فأنت يعني الطريقة إذا إحنا بدنا نعمل زي سيخ الشاورما بدنا نقلي كل قطعة لحالها بعدين نرصها على سيخ ونقطعها. أوكي. تمام؟ تمام. فهون أنا عندي فخدة هاي التندر، أوكي، هاي الفتيلة تاعت الصدر. شو بدي أعمل؟ بدي أقسمها هيك بالنص وبعدين بدي أدقها، بدي أدقها عشان نسطحها ويكون عندنا ماكسيمم لما نقليها تكون ماكسيمم يعني مقرمشة من كل الجهات. تمام. أوكي؟ بسم الله. اليوم أنا شايف الجانب سفاح يا جماعة. اليوم الجانب السفاح لمحبين الشاورما أكيد. فهيك إحنا سطحناها. وإذا ما عندنا هذا ال إيش هذا؟ شاكوش صح؟ شاكوش. إذا ما عندنا إياه بكل بساطة بنقدر نجيب طنجرة أو أي آلة بالبيت يعني بنقدر بس فيه. نخبط فيها بالضبط. صحيح. بسم الله. هلا بدنا نعمل النقعة تاعت الشاورما وهي كثير بسيطة. الشاورما بتعتمد على البهارات الكثيرة، يعني فيها كثير بهارات هلا بنحكي عنها. فأول شيء حنزيد هون معلقتين كبار لبن، 4 معالق كبار زيت نباتي، 2 ثوم مهروسين، هون معلقة صغيرة ليمون، معلقة صغيرة خل أبيض، وبهارات الشاورما اللي إحنا هلأ ذكرناها وبنرجع نعيدها وقت كرسي الاعتراف. بس هي عبارة عن بابريكا، هيل، جوزة الطيب، قرفة، عشان هيك الشاورما طيبة الصراحة. كثير جامد. بالضبط. تمام. وبنحط رشة ملح، فلفل أسود موجود بالبهارات أصلاً. تمام. أوكي. وشو بنعمل سمير؟ بكل بساطة بنحط الجاج وبننقعه بهاي الخلطة، ننقعها على القليلة 4 ساعات صراحة. أوكي. هلأ بتقدروا على طول تبلشوا فيها. أه. على طول يعني هلأ مننقعها بنقدر نبلش نقلي فيها. بس صراحة إذا بدنا النكهات عن جد تكون متغلغلة جوا الجاج منخليها من 4 ساعات بالتلاجة لحد تاني يوم وحتى ل 36 ساعة تكون تشربت. مزبوط. يس، بتكون بيرفكت. هلا ايش بدنا نعمل؟ خلينا نبلش نشوح الجاج. مقلايه حاميه مع شويه زيت نباتي عشان نقع فيها زيت نباتي، وبنبلش نقلي فيه. يعني عشان احنا دقيناها وصارت كثير مسطحه ما رح تحتاج كثير وقت، يمكن دقيقه ونص دقيقتين على كل جهه. بسم الله. هلا بنرجع بنصفتهم فوق بعض قطع الشاورما. يعني هيك انت عم يعني متاكدين انه كل القطع كريسبي من برا بدل ما تكون زي البيكت. يا سلام، هاي احلى قطعه. سلم ايديك. انا اتوقع استوى عندي هون صح؟ مو مشكله، خلاص بكفوا هدول. انا بدي اوطي عليهم شيف عشان احنا اتفقنا انه بدنا نسوي سندويشي هون صح؟ صح. الغطا هون. شو بنعمل؟ بس بنحط سيخين هون، هاي سيخ المشاوي الشقف. ارفعيهم خلينا اكمل لك هذول. ولا خلص تحط ارفع. خلص بكفوا. اوكي كفو. يلا حط حط، والله ما بفشلك. عشان ايش يكون يبين. يا سلام. انا قاعد بحط العريضات. اللي بدك اياه. العريضات هي. يا تمام. سلام. يه. هاي لبعدين خلص. اوكي. تمام. بنحط سيخ وكمان سيخ. هذول خليهم قدامنا قرشين. صح. وهنا هلا احنا يفضل انه نخليها ترتاح القطع الجاج عشان ما تنزل ميتها، بس احنا القطع اللي تحت اوريدي عاملينها قبل الهواء فمرتاحه. تمام. شو بنعمل؟ نقطعها قطع رفيعه. بدك تسوي سندويشات هسه صح؟ بالضبط. وانا هيك هذول
زي السيخ بهذا الشكل. هلا هاي الخبز الشراك بنحطها بالنص، اول شيء بنطويها بالنص وبنطويها تلتين. تعرف ليه؟ عشان ما تفرط معنا وقت اللف. اوكي اوكي تمام. وشو بنعمل؟ تمام بنلبس جلوفز. يا عيني الفحمات استاذي اذا لساتها موجوده اتوقع علي ذات هون شوف. تمام خليني اسوي ايش؟ نجيب المتومه. هاي هون وين رحت؟ روح مالي. طلع قد ايه كريمي. فبنجيب متو كثير متوم بتحب ولا؟ بحب المتوم. عندك خاصة او شيء؟ والله عندك اخراج؟ ما فيش. اوكي خلاص ما في ميتينج اليوم. تمام هيك بنحط. بتحب البطاطا المقليه معه؟ شوي يعني ماشي. انت اسمعي سوي سندويشتك عادي ما عليك. طيب انا خلاص بحب لا مثلا مايونيز وخلاص الشاورما او هذا والشاورما. ما بتحب مخلل؟ مخلل طبعا. طيب المخلل الاساس. هلا بنحط شاورما. يعني شفت يعني هاي هي الطريقه اللي اقرب شيء بنقدر نعملها زي سيخ الشاورما اللي بالمطاعم. انا هيدا اجيب الفحمات بنصح تجربوها. هاي الفحمات هاي المخلل طلعها هاي. اذا بدك الفحمات بدنا نجيب مقلاي ثانيه عشان نغطي. بدك ايش؟ اذا بدك الفحمات بدنا نجيب مقلاي ثانيه عشان نغطي. نغطي ايش؟ ما احنا كنا بدنا نفحم الدجاج. انا كنت افحم لك هون. لا هاي كانت للعرض. غطي لا خلص خليها على المقلاية هاي. خلص ولا لا؟ لا خلص سوري. تعال باشا انا اسف خذ. تمام وبنفس المقلاي او حتى بجريل من كيلو من صدور وافخاد دجاج بس من غير جلد او عظم، حبتين ثوم مهروس، معلقتين ونص كبار بهارات شاورما اللي احنا هلا رح نعملها كمان على الهواء، معلقتين كبار لبن، معلقه صغيره خل، معلقه صغيره ليمون، وكمان رح نحتاج لاربع معالق كبار زيت نباتي، ملح، واكيد لسندويشة الشاورما بدنا مخلل، بطاطا مقليه، وتوم اللي هي المتومه، وخبز شراك او عربي حسب اللي بتحبوه. هلا بالنسبه لبهارات الشاورما، هاي البهارات الشاورما المنزليه، بدنا معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره بابريكا مدخنه، معلقه صغيره بودره مرق الدجاج كمكون اختياري، نص معلقه صغيره بودره بصل، نص معلقه صغيره بودره ثوم، نص معلقه صغيره كزبره مطحونه، نص معلقه صغيره فلفل احمر حار، ربع معلقه صغيره جوزة الطيب، ربع معلقه صغيره كمون، ربع معلقه صغيره هيل، ربع معلقه صغيره فلفل اسود، وربع معلقه صغيره زنجبيل وكركم، وربع معلقة صغيرة قرفة وقرنفل.